أحبائي المشاهدين، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرجال فقط. أخ فريد شحادي، مكرم مشركي، وأنا أخوكم يوسف دكور. نحب نعالج معكم اليوم موضوع حساس جدا خاصة لنا كرجال. ما أصعب الشعور بالإساءة؟ بل الأصعب أن تسامح رغم هذه الإساءة. ما أصعب الرغبة في الانتقام؟ بل الأصعب أن تغفر وتسير إلى الأمام. ما أصعب أن تملك كل القوة لتثأر؟ بل الأصعب أن تظهر ضعيفاً لا أكثر. هل المسامحة قوة أم ضعف؟ هذا هو موضوع حلقتنا، ابقوا معنا بعد هذا التقرير وسنعود إليكم. المسامحة. تتعدى المسامحة حدود العدل والإنصاف البشري، فالمسامحة أسمى من رد فعل فطري طبيعي. المسامحة تتطلب جبروتاً وقوة داخلية عميقة للصفح والغفران. المسامحة دائماً كانت من شيم العظماء ورجال الإيمان الأبرار، فهي لا تعني فقط أني لا أرغب في الانتقام، بل أعطي فرصة لإطلاق الطرف الآخر من قيود العدوانية القاتلة، وأسمح لنفسي أن أشفى من جرحي العميق. قال أحدهم: المسامحة هي الطريق للسلام والسعادة. وقال آخر: من لا يستطيع المسامحة فإنه يهدم الجسر الذي يجب أن يعبره هو نفسه. وأن عدم المسامحة هي أن تشرب السم ظناً أن عدوك يموت. المسامحة لا تغير الماضي، لكنها رؤية للمستقبل. المسامحة هي المفتاح لباب الحرية والعمل. المسامحة في معناها العميق هو أن نسامح أنفسنا أولاً. المعنى الحقيقي للمسامحة والغفران هي أن تتنازل عن حقك في أن تعاقب من أساء إليك، أن تتنازل عن حقك في أن تثأر، أن تتنازل عن حقك حين تشعر أنك تملك القوة والمقدرة أن تعاقب من أساء إليك، ولكنك تقول: لا أريد أن أفعل هكذا، أريد أن أسامح. وهذا كتير بفكر أنا أمر مهم أنه أعرف كيف أتعامل مع هذا الموضوع، لأنه كثيرين منا عادة عندما يساء لإلنا أول رد فعل موجود عندنا هو أني بدأ أفقر. نعم. بدأ أرجع له. وفي عندنا مثل عربي اللي كتير من الرجال بيستعملوه بفكر هو: اللي عمل لي إياه بدأ أرجع له الصاع صاعين. نعم. صحيح. يعني بدأ أرجع له كتير أكتر في الإساءة. وهذا تفكير جدا سلبي، ومن المهم أن ننتبه لإله كرجال اللي عندنا هاي الرغبة في أنه أنتقم عادة. الرغبة بالانتقام هي رد فعل طبيعي عادي. صحيح. يعني حتى سوري بتأسف لأجل الكلمة، حتى الحيوان لما بيشعر بالخطر رد الفعل الطبيعي تبعه إنه هو بيهاجم، لكن الله رفعنا فوق كل الخليقة. صحيح. من هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ صحيح. وضعت قليلا عن الملائكة، الله رفع الإنسان، الله جعل من الإنسان شيء مرتفع وسام، عشان أعطانا القوة إنه نقدر نسيطر على ردود فعلنا، أعطانا القوة نسيطر على مشاعرنا. فالمسامحة هي مش رد فعل طبيعي للإساءة، هذا غير طبيعي. أنت محتاج نعمة سماوية حتى تعمل هذا الشيء. أعتقد أنه بما أنه الإنسان هو تاج الخليقة، ففي فعل المسامحة اللي هو غير طبيعي بالنسبة للناس، عملياً بتم فينا الكلام الجميل اللي بيقول: لكي تزينوا تعليم مخلصنا الله. يعني إحنا في مسامحتنا عم نفرجي التعليم الحقيقي وجود الله في حياتنا. من ناحية تانية مهم نعرف إنه لما إحنا منغفر للي بيسيء لإلنا، هذا ما بعنيه أبداً إنه ما صارش إشي،
يا جماعة ولا كأنه صار أي شيء. كذب بنكون نكذب على يعني نحكي حقيقة إحنا صارش. لكن المسامحة معناها إنه أنا بالفعل بغفر له، بس لا إنه أتجاهل إنه صار هذا الشيء، لا موجود. ولكن كمان في أشياء أمور زيادة، مثلا ممكن إنه أنا كمان يعني بيجي واحد بيقول لي لا لازم تبني علاقة وتقوي علاقتك معه، هذا ما يعني ما بعنيش إنه أنا أرجع أبني علاقة كبيرة ومهمة، هذا ما بتطلبش مني هذا الأمر، بس أتمنى له الخير، أتمنى له الأفضل. وأهم إشي في كل هذا الأفضل إنه هو يعرف الله، إنه هو يؤمن، إنه هو يرجع على الله ويأخذ الخلاص. يعني أنت عم تحاول تقول لي إنه لما أنا بدي أسامح أنا ما بقولش إن أنا لازم علاقتي مع هذا البني آدم ترجع كيف كانت قبل، لأنه مزبوط أنا أسئ إلي، أنا أسامحت، أنا ما بدي أنتقم، ولكن أنا من ناحية تانية محتاج الوقت حتى أبني الثقة. صحيح، مش بالضرورة. نعم ممكن بس مش بالضرورة، أو أحياناً بيكون مستحيل. مفهوم. بس بسامح. مفهوم. ومش بالضرورة يكون صديقي كمان. أنا بفكر بقدر إنه هذا الإنسان أكون على علاقة عادية معه وما أسمح لمشاعر الانتقام إنه تعلى، أو في كل مرة بتطلع مشاعر الانتقام أعرف إني عاود أقول أسكتي. صحيح. أو انزلي فش إلك مكان. هو مش صديق حميم ولكن هو إنسان أنا أحترمه، وطبعاً إضافة لكل هذا أن أحبه، وهناك محبة خاصة أيها الرجل الله وضعها في قلوبنا، وهذه المحبة اسمها محبة الأجابي أو المحبة الغير مشروطي، وهذه المحبة هي الوحيدة القادرة أن تحب أي إنسان أساء لإلك أو لإلي في طريقة اللي أنا أغفر فعلاً وأن أتغاضى عن الفعل، وأنه أي شعور يأتي إلي أستبدله بهذه المحبة الخارقة والمميزة، وهذا شيء جدا مهم أنا بفكر، وهي محبة إلهية، وهذه المحبة تصدر من داخل الإنسان فقط في طريقة واحدة، إذا كان لهذا الشخص، إذا كان لإلي في علاقة شخصية مع الله، أنا أستطيع أن أحب وأن أحب بمحبة غير مشروطة. نعم. الكتاب المقدس أعطانا مثل، رب يسوع أعطانا مثل حتى يوضح لنا فكرة المسامحة، وكانت القصة هناك أنه إنسان عبد كان مديون لسيده، ما كانش معه يوفي الدين، راح ترجى سيده وقال له ما معي، فسيده سامحه بالكثير اللي كان مديون لإله. هو طالع من عند سيده وجد أخوه عبد آخر كان مديون لإله بالقليل، وقال له رجع لي الدين، قال له ما معي، فإجا أخده شحطه على المحكمة نعم، ويعني ما سامح هذا البنادم، ما قبل يسامحه على الدين البسيط. فالسيد سمع شو اللي صار معه، والكتاب المقدس بقولنا أنه السيد دعا هذا العبد وقال له أيها العبد الشرير، كل الدين الذي تركته لك لأنك طلبت إلي أن أترك دينك، مزبوط، فما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا. وهذا ما هو إلا تشبيه لما المرأة نطلب رحمة الله ومغفرة الله ومسامحة الله، الله يتوقع منا أن نغفر كما هو يغفر لنا. وبيقول الكتاب أنه غضب سيده وسلم إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه، ويقول الكتاب هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. هذه المسامحة بمعناه البسيط في الكتاب المقدس. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل وسنعود إليكم. يقول الكتاب المقدس في إنجيل متى الإصحاح الخامس والآية 23، إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. قبل ما نأتي بقربين إلى الله علينا أن نسامح من أساء إلينا ومن أسأنا إليهم، علينا أن نسامح حتى يقبل الله قربينا. ونحن كرجال
نعاني جدا 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 من عدم مقدرتنا الحقيقية للمسامحة. ليه؟ لأنه المسامحة تترجم كأنه ضعف. أنا سامحك، يعني أنت أخذت شيء أو أنت أسأت شيء، أسأت بإلي بشيء، كوني أريد أن أسامحك هذا يترجم في ذهننا أو في مخنا كرجال إنه هذا شيء ضعف وعدم قدرة على الدفاع عن النفس. فأنا كرجل بدي أورجي إني أنا مش مهزوم، أنا كرجل بدي أورجي إني أنا قوي، أنا مش ضعيف، فبدي أنتقم. ولكن صدقوني هذا الشيء خاطئ. صحيح. الحقيقة أنه كمان إحنا بنقدم برنامج للرجال، ولما بنقول رجل يعني كأنه هو شخص الماتشو المحارب القوي. إن كان أنت بتقوله سامح وكأنك أنت بتجرده من رجولته، من الإشي اللي هو بيعتز فيه، فبيضل أنه صعب عليك كلمة المسامحة. صحيح. وأضف إلها أنه في عنا كمان غير أنه رجولتي تظهر إذا أنا بسامح أو بسامحش كوني محارب، في عنا مبدأ آخر نحن نستعمله كتير، العين بالعين والسن بالسن. إذا حدا أساء لإلي فأنا من المهم جدا أرجع له، زي ما قلنا في بداية البرنامج، الصاع باتنين. أنا بدي أرجع وبدي أرجع بقوة، وإذا أنا أكلت كف بدي أرجع 100 كف، لأنه هيك أنا بثبت أنه أنا رجال. فهذا المبدأ أيضا بحد ذاته هو مبدأ خطير، ومبدأ فيه إساءة أكبر، بل ويجعل الأمر يتصاعد. فعزيزي المشاهد، احذر من فكرة العين بالعين والسن بالسن. نعم. شخصية الرجل الانفرادي والمستقلي، يعني أنا مش بحاجة لحد، أنا مش بحاجة للآخرين، أنا بقدر لحالي. وأنا بسمع كتير من الرجال اللي حولي، يعني أنا مش بحاجة له بعد، ما بديش أبني علاقة من جديد معه، أنا مش بحاجة له، أنا بقدر لحالي، أنا بقدر لحالي. في عنا كرجال هذه الشخصية المستقلة الانفرادية، إن أنا أستطيع كل شيء لوحدي، أنا قادر أنا قادر أنا قادر. هذا الشيء بيمنعني أمرات أسامح. ليه؟ لأنه وكأنه أنا مش بحاجة بعد أبني العلاقة وأبني الرباط والجسور اللي هدمت بيني وبين الشخص، لأني أنا أستطيع لوحدي. انتبهوا يا رجال، ما تسمح لهذا الشيء بشخصيتك أن يمنعك من أن تسامح. شيء كتير مهم كمان أنه في علاقة طردية يعني ما بين الكبرياء والمسامحة. فكل ما أنا بتمسك في كبريائي، في كرامتي، في شخصيتي كرجل، كل ما منعني هذا الشيء من أنه أنا أسامح. كل ما أنا أعطيت مجال لا الله أنه يكون في داخلي، مش أنا، مش الإيجو تبعي، مش كرامتي أنا، مش كبريائي أنا، كل ما كان في مجال أنه أنا بالفعل أسامح. نعم. طيب عزيزي المشاهد، لاحظنا بأنه هناك عدة أسباب لإلي لماذا أنا بفكر أني مش لازم أسامح، ولكن كلمة الله واضحة، وفي الكتاب المقدس موضوع المسامحة له عمل جدا هام وله أسس جدا هامة. وإحدى هذه الأسس الثابتة أو الثوابت خليني أسميها، هي أن المسامحة تكسر سلسلة الفعل ورد الفعل اللي تكلمنا عنه. ومن الضروري جدا أن نلجأ إلى هذا الأمر. فيسوع عندما نظر إلى الذين صلبوه طلب من الآب السماوي الغفران لهدول الناس قائلا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ويسوع أحبائي كان قادر أن ينزل جيش كامل من السماء حتى يدافع عن نفسه وينقذ ذاته، ولكن اختار المسامحة على أن يجعل دائرة الفعل ورد الفعل مستمر. نعم. والرب يسوع علم عن هذا الموضوع كمان في إنجيل متى الإصحاح 5:38، عندما قال: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن 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 بسن. هذا مبدأ الغريزة الطبيعية الفطرية، العين بالعين السن بالسن. وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر، بل من لطمق على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. إذن في فعل، ولكن أنا مش راح أرد بنفس الطريقة، أنا مش رايح زي ما نحن باللغة العامية بنقول أنا مش راح أرقص على إيش بيطبلوا الآخرين، مش هن راح يقودوني، مش هن راح يحكموا أو يشكلوا ردود فعلي. وهذا مهم جدا، لأنك رجال ما تقبل ترقص إيش بيطبلوا الآخرين.
شيء كتير مهم كمان نتذكره في قصة بطرس الرسول لما إجوا سلموا السيد المسيح. فإجا مقدام عامل حاله جدع بطرس واحد من تلاميذ المسيح المشهورين ومسك سيف وإجا بدي دافع عنه ضرب دان عبد رئيس الكهنة. الشيء الطبيعي إن دغري إنه إحنا نهاجم نسيء ولو إنه عم نفكر إنه عم ندافع وكأنه الرب يعني هو بحاجة لدفاع. الأصعب هو المسامحة، الأصعب هو المسامحة لأنها هي رد الفعل المش طبيعي. الطبيعي هو إنه تحكي تعمل في بما أنت تملك عليك الساعة رجولتك أنت. خلينا نشوف كمان رأي الناس في الشارع شو بيفكروا عن المسامحة. ابقوا معنا بعد هذا التقرير الصغير ونعود إليكم. لا بالعكس، قوة وما بعدها قوة. بالمرة لا، بالمرة لا، هاي ثقة بنفسها وعالي، ثقة بالنفس عالي جدا. ندل على قوة، بس إنه إنسان أبضاي عنده رأيه عنده واثق من نفسه. لا أكيد لا، سامح الغفران هو بدل على التفاهم إن كان في البيت إن كان بالعمل بالشغل. لا لا بالعكس، هذا بدل على قوة شخصيته للبني آدم. سمعنا رأي الناس في الشارع والناس تختلف برأيها حول موضوع المسامحة. وبحب أذكركم أن الكتاب المقدس يقول أن الله لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا. يعني الله لم يعاقبنا بحسب ما تصرفنا، لم ينتقم منا. لو الله بدي يصنع معنا حسب خطايانا لكنا اليوم أموات، ولكن الله لم يقبل أن يدخل معنا إلى دائرة الفعل ورد الفعل، رغم أنه هناك في دينونة آخرية، ولكن لحد اليوم الله بيسمحنا والله بيعطينا فرص أيضا. وكثيرا ما نصلي في الصلاة الربانية ونعيد هذه الكلمات: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. فمن الضروري أن لا أدخل في هذه الدائرة الفعل ورد الفعل، علي أن أغفر حتى يغفر لي. اسمع التعبير عشان نفهم هاي المعادلة: كونوا لطفاء بعضكم مع بعض، شفقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح يسوع. مسامحتنا حسب مسامحة الله. إذن أحبائي المشاهدين ابقوا معنا بعد هذا الفاصل، سنعود إليكم في أكثر عمق إلى هذا الموضوع المسامحة والغفران. نعود إليكم مرة أخرى. كثير من الناس بتسألوا أو بيسألوا أنفسهم وبيسألوا الآخرين: إذا واحد أخطأ لإلي كم من مرة علي إني أسامحه؟ هذا نفس السؤال اللي سأله بطرس في إنجيل متى الإصحاح 18 والعدد 21. تقدم بطرس إلى يسوع وقال: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. وهذا يا أحبة مهم كتير أن نعرفه، أن علينا أن نغفر للآخرين بطريقة غير متناهية، وهذا أمر جدا هام لإلنا. أمين. مهم جدا أيضا إخوتي نفهم أنه حتى نسامح علينا أن نتوقف أيضا عن إدانة الآخرين. يقول الكتاب: لا تدينوا فلا تدانوا، ولا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم. الكتاب المقدس عم بحاول يعلمنا أنه في هناك زي ما بتتمنى لنفسك عليك أن تتمنى للآخرين، زي ما أنت تتمنى أنه أخوك يسامحك أنت عليك تسامحه. فلا تدينوا ولا تقضوا، بل إيش؟ اغفروا لكي يغفر لكم. في شيء حلو احنا بنستعمله كل يوم عشرات المرات في الشرق الأوسط، احنا متعودين نقول كلمة مرحبا. بيقولوا لنا علماء اللغة السريان انه مرحبا معناها مرحبا، يعني
يعني السيد محبة أو الله محبة. تخيلوا أكم من يوم أكم من سنة بنمرق علينا نقول كأنه الله بحبك، بس أنا بحبه، الله بسامحك، أنت بتسامحه، ولا بس مجرد كلام في كلام في كلام. لازم هذا الشيء بالفعل نفحصه في ضوء محبة الله. الله بحبه، الله بده يغفر له، أنا لازم أغفر له. حبيت تعرف أن هناك بركات عديدة للمسامحة، وأول بركة نحن ممكن نأخذها عندما أنا أسامح أني أفرح. الإنسان بيسامح بيحصل على الفرح، فإذا حقيقة حاسس أنه قلبك مقبوض وأنت عايش بضيق ولما تسامح رح تحصل على الفرح، فبشجعك تسامح. إشي كتير مهم كمان، مع الفرح بيجي سلام، سلام داخلي. لما أنا بسامحه قلبي مرتاح، بتذكر كيف الله سامحني، كيف أنا سامحته، كيف الله سامحني. ولما الله بفرح فيه، الله أعطاني سلامه، بتمتع في سلامه أكتر لما بشوف غيري نال هذا المسامحة، أو أنا عكست له مسامحة الله اللي أعطاني إياها. هاي بركة من بركات الله. بركة. آمين. بركة. آمين. وطبعا هناك أمر آخر مهم كتير اللي ضروري إني أفكر فيه، وهو راحة الضمير. قديش كتيرين منا منحط راسنا على المخدة بالليل لأني ما سامحت أخوي، أو بعدني مش قادر أني أغفر لأخوي، وأنا مش قادر أنام أو أرتاح. أخوي الرجل، إحنا كتير من المرات منمسك في الأمور لأنه وكأنه هاي هي الرجولة، أني ما أسامح، هذه القوة تبعتي أني أمسك الأمور. لكن أنا بقول لك، إذا أنت تعلمت أن تسامح، هناك بركات فرح، سلام، وأيضا راحة الضمير. إذ أنت تتخلص، أنت بتقدر تتخلص من مشاعر البغضة والضغينة والغضب في اللحظة اللي أنت بتقدر تسامح. إذا حبينا نلخص هذا الموضوع بكلمات بسيطة، بحب أقول لك الكتاب المقدس يقول لنا عندما نصلي إلى الآب السماوي، نحن نصلي ونقول اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر أيضا للمذنبين إلينا. كيف أنا بطلب من إلهي أن يسامحني، علي أن أسامح الآخرين. هذه فكرة المسامحة بكل بساطة. اسمع رجل المسامحة الأعظم، المسيح تبارك اسمه، بعلمنا المسامحة لأنه عاش المسامحة. بقول لي، وهذا امتحان لكل واحد، لإلك أنت عزيزي الرجل، إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومن المهم جدا طبعا عزيزي المشاهد أنه تعرف بأنه ضروري أن تغفر، وتغفر بطريقة صحيحة وبوقت سليم. والكتاب المقدس أيضا يعلم عن هذا الموضوع، والرسول بولس يكتب ويقول: لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. إذا أنت بتغفر، أنت بتطرد كل عوامل الشر من حياتك. علينا نسامح ونغفر حتى قبل ما يعترف الإنسان الأخطأ إلينا أنه أخطأ. المسامحة يبدأ بالقلب، وهذه مهم جدا نفهم هذه النقطة. وكمان قبل ما أنا أعاتبه أسامحه، بعدين أعاتبه، بعدين أحكي له، بعدين أفضفض له، في الأول أسامح. وقبل ما تغرب الشمس على غيظك، أي على غضبك. ويقول الكتاب أيضا: كي لا نعطي إبليس مكانا. وأنا بقول لك، قبل أن يأخذ إبليس مكانا عليك أن تسامح، لأنه عدم المسامحة يعطي مكان للشيطان في حياتك، يعطي مكان للشيطان بينك وبين أخوك اللي أخطأ إليك. والشيطان سارق ولص وقتال للناس. فأنا بدي أشجعكم إخوتي، إذا اليوم أنت عم تشعر أن في ناس حواليك أساءوا إليك، أساءوا لكرامتك، أساءوا لشرفك، أساءوا لسمعتك، أساءوا بكتير أشياء، ولكن الرب يطالبك بالمسامحة، بدي نصلي مع بعض. ياريت تحني رأسك وترفع قلبك للرب. احني رأسك قدام الرب، غمض عينيك، ما في حاجة تطلع على حد. قل يا رب، حقيقة أنا قلبي مليء بالبغضة والكراهية بسبب الإساءة اللي أسيء إلي فيها. هناك ناس أساءوا لي وأنا
أنا أشعر بالتعب وأشعر بالحزن وأشعر بالبغضة نحوهم لأنه جرحوني، لأنه أساءوا إلي، لأني كنت شاعر جدا جدا بالإساءة بسبب هذول الناس. ولكن بسبب هذه الحلقة أنا قررت يا رب أني أغفر لهذول الناس حتى لو ما طلبوا المسامحة. لا أريد أن أنتقم لنفسي، هذا معنى المسامحة الحقيقي. صلي من كل قلبك، قل لي يا يسوع اشفي قلبي اللي ابتدى غرف كثيرة منه تمتلئ بظلمة الكراهية والبغضة بسبب عدم المسامحة. وتذكر واحد من الأقوال اللي شاركونا فيها الإخوة اليوم، أن الإنسان الذي لا يسامح هو إنسان يشرب سما ويعتقد أن عدوه سيموت. قال يا رب أنا أريد أن تشفي قلبي، أن تنير قلبي، أنت هو النور الحقيقي، النور الحقيقي الذي تنير كل إنسان. أنر قلبي لأني أريد أن أسامح وأسامح وأسامح. أشكرك أخ فريد، أشكرك أخ مكرم، أشكركم أحبائي المشاهدين حتى شاركتونا هذه الحلقة، وأتمنى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج للرجال وللرجال فقط. كن رجلا، رب يبارككم، ونتمنى أن نراكم في حلقة قادمة أخرى من هذا البرنامج. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين. سلامة ونعمة.